شايف الدب اللي قدامك ده بيحاول يهجم على الناس اللي في المركب، لكن الغريب بقى كانت سرعته، فبرغم وزنه اللي ممكن يوصل لحوالي 500 كيلو جرام، وده لانه بياكل في اليوم الواحد اصلا اكتر من 40 كيلو جرام، وخاصة قبل السبات الشتوي، الا انه رغم كده فسرعته اثناء الجري ممكن توصل 35 ميل في الساعة. فالدب البني ده بقى هو اسرع انواع الدببة، وطبعا ما يقدرش يعمل كده الا لو كان في ذروة نشاطه، يعني مش بعد ما يقوم من السبات الشتوي على طول، وده لانه بيكون فقد من وزنه من 15-30% كده، وهو واحد من الحيوانات العدائية جدا، وده لانه بيحتاج طول الوقت انه يدافع عن صغاره او طعامه او منطقة نفوذه. طيب هل يمكن للبشر بقى تجاوز الدب في السرعة؟ لو قلنا ان اسرع انسان معروف على وجه الارض هو يوسين بولت، واللي عمل رقم قياسي في برلين سنة 2009، وكانت سرعته القصوى 27.8 ميل في الساعة، فهو برضو اقل في السرعة من الدب البني بحوالي 7 ميل في الساعة، ومن الدب الاسود بحوالي 2 ميل في الساعة، لكن قادر يتجاوز سرعة دب الباندا او الكسلان، واللي بتوصل لحوالي 20 ميل في الساعة. طب هو يقدر يحافظ على سرعته القصوى دي قد ايه؟ قالك انه ما يقدرش يعمل كده غير في خلال ثانية لثانيتين تقريبا، لكن الدب بقى يقدر يحافظ على سرعته من 25-28 ميل في الساعة لمسافة ميلين، وده زي ما انتشر في تقارير في ثلاثينيات القرن الماضي. لو اول مرة تشوف الفيديو تنساش بقى تذكر ربنا وتعمل لنا لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.